تزامنا مع أيام الولادة الميمونة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، شهد مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف إزاحة الستار عن مشروع توسعته من قبل الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، التي قامت بتنفيذ المشروع لزيادة مساحته ليستقبل عددا أكثر من الزائرين الكرام. بمناسبة ولادة الزهراء عليه السلام، اليوم نفتتح هذه التوسعة، توسعة المقام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. حقيقة هذا اليوم فخر لكل العراقيين. التوسعة هذه هي خاصة لفك الازدحامات التي تحصل في زيارات الخميس والجمعة والسبت وزيارات المليونية، فاضطرنا إلى أنه يكون توسعة على المقام صاحب العصر والزمان. هذا الإنجاز هو إضافة إلى إنجاز الذي أنجزته العتبة العباسية المقدسة من مشاريع سابقة، ونأمل إن شاء الله التطور نحو الأمام بحق محمد وآل محمد. الحمد لله، اليوم نحتفل بإنجاز مشروع توسعة مقام الإمام المهدي عليه السلام. أنتم تعلمون المشروع القديم أو المقام القديم كان 300 متر مربع مخصصة للرجال وللنساء. الزيارات المليونية كانت حقيقة ما يتحمل هذا المكان، هذه السعة وهذه الأشخاص والزوار الكثيرين. صارت فكرة توسعة المقام، عدم وجود أراضي مجاورة للمقام، اضطرنا أنه نستغل المسطح المائي لنهر الحسينية مجاورة. استغلينا هذا المسطح، أكثر من 1000 متر مربع أضفنا كبناء. حقيقة كان بناء معقد وأعمال مدنية معقدة، استخدمنا بها الركائز الكونكريتية على ضفتي النهر، ثم أنشأنا الجسور معلقة على المسطح المائي، وأنجزنا المشروع وكملنا الهيكل الكونكريتي، ثم باشرنا بأعمال الإنهاءات. أعمال الإنهاءات حقيقة جاءت وفق سياق ونسيج معماري مرتبط بالعتبة العباسية المقدسة. استخدمنا الكاش الكربلائي والمرايا والمرمر الأونكس، وكذلك استخدمنا المنظومات الحديثة في هذا المشروع. أيقونة فنية جمعت بين التراث الإسلامي القديم والحداثة، أبدعت في تصميمها الملاكات الفنية في العتبة المطهرة على مساحة بلغت أكثر من 1500 متر مربع، بعد أن كان يشغل مساحة 300 متر مربع فقط لتستثمر المسطحات المائية التي تجاوره، وليشرع المقام أبوابه اليوم أمام الزائرين بصورة تسر الناظرين. المشروع كان كلش كنا باحتياجه، يعني سابقا دائما نحتاجه بسبب ضيق المكان القديم وأذية الزائرين والمنتسبين في الضيق وفي كثرة، في خصوصا زيارات المليونية وزيارات الخميسات والجمعة. فكان حلم حقيقة، يعني احنا حققنا، كان نحلم انه شلون نوسع. تعرفون الجهة المقابلة للمقام كان شارع عام، الجهة الأخرى هي نهر الحسينية، يعني كان متوقعين ماكو اي مجال بالتوسعة. أصالة الموروث القديم وحداثته أمر عمدت إليه العتبة المقدسة في تنفيذ الأعمال التي تخلق حالة من التناظر المعماري والهندسي، إضافة إلى اللمسات التصميمية والتنفيذية بما يتناغم ويتلائم مع النقوش القديمة، ومثل ما هو موجود في داخل العتبة العباسية المقدسة، ليصبح رائعة من روائع فن العمارة الإسلامية.